نبدأ في موضوع اسمه كارديو مايوباثي. أولا لما نيجي للعنوان، كلمة كارديو مايوباثي، كارديو مايو عضلات القلب، باثي مرض، فهو مرض بيحصل للعضلة، ولكن الاسم طبعا اتسمى بطريقة نون سبيسيفيك، يعني هو محددش ايه المرض اللي بيحصل في العضلة، لأن الكارديو مايوباثي من شروطه إن المرض ما هواش انفلاميشن، هو نون انفلاماتوري، يعني ما هواش مايوكاردايتس، نوت انفلاماتوري، تمام، وفي نفس الوقت نوت ريليتد تو فالف ديزيز، يعني ملوش علاقه بالاوبستراكشن، ملوش علاقه بالانسدادات، يعني العضله ما باظتش او ما تخنتش او ما حصلهاش مشاكل بسبب انسدادات، وفي نفس الوقت هو نوت ريليتد تو اسكيميا، يعني هو مش اسكيميك هارت ديزيز، يعني العضله ما حصلهاش برضو انفاركشن. فهو الكارديوميوباثي هو ديزيز اوف ذا كاردياك ماسل which is not inflammatory and not related to valve disease and not ischemic heart disease of the myocardium. ايه اللي بيحصل بقى في المايوكارديوم بالظبط، او ايه هي انواع الكارديوميوباثي؟ اولا في تقسيمه بتقسم الكارديوميوباثي اكوردنج للايتيولوجي على حسب السبب الى نوعين. على حسب السبب بيقسموه الى برايمري كارديوميوباثي او سكندري كارديوميوباثي. والبرايمري كارديوميوباثي ده معناه ان هو العيان من البدايه عنده كارديوميوباثي، يبقى اذا القصه ديت قصه وراثيه، هي موضوع جينيتيك. السكندري كارديوميوباثي هنجمعها في كلمه سولتس، اس اي ال تي اس، يعني في امراض ممكن تعمل مشاكل في العضله، اللي هنجمعها في كلمه سولتس. الاس الاولانيه اللي هي ساركويدوزز، والساركويدوزز نوع من انواع الجرانيولوما ممكن تتكون جوه العضله، وهي ايديوباثيك جرانيولوما. فده طبعا لو في جرانيولوما جوه العضله بيعيق حركه العضله وبيتخن العضله، فده يعتبر من الاسباب السكندري. الاي ان ترسب ابنورمال بروتين في العضلات، وده بنسميه امايلويدوزز. ال ان ترسب في العضلات ما بين العضلات خلايا وايت بلاد سيل سرطانيه في سرطان الدم، يبقى لوكيميا. التي بعض انواع التوكسنز واشهرها الكحول، والاس اللي هو ستوريج ديزيزز، يعني امراض فيها تخزينات داخل العضله اشهرها مثلا الجلايكوجين ستوريج ديزيز. يبقى احنا ممكن نقسم الكارديوميوباثي الى نوعين، برايمري وسكندري. برايمري جينيتيك وسكندري نجمعها في كلمه سولتس. السولت ساركويدوزز، امايلويدوزز، لوكيميا، توكسنز، اند الاس الاخرانيه ستوريج ديزيزز زي جلايكوجين ستوريج ديزيز، كل دي بتعمل مشاكل في عضلات القلب. ولكن مش دي التقسيمه الشائعه للكارديوميوباثي. التقسيمه الشائعه للكارديوميوباثي بتقسم الكارديوميوباثي على حسب الشكل. فنيجي لاول شكل من اشكال الكارديوميوباثي، بلاقي ان عضلات القلب مترهله، بيحصل فيها ترهل، وهذا الترهل بيعمل ضعف في العضله، فيعمل انتفاخ في العضله مع الدايستول، ويعمل ضعف في قوه السيستول. القلب بيبقى منفخ مليان، والكلام ده بيحصل in all chambers، فراحوا مسميين هذا النوع dilated cardiomyopathy، وده أشهر نوع من أنواع الكارديوميوباثي. النوع ده هو الموست كومن. إيه سبب الدايليتد كارديوميوباثي؟ أولا دايليتد كارديوميوباثي مشكلته إيه؟ إن كل الكاردياك تشامبرز، جميع غرف القلب، اتريوم وفنتريك اليمين وشمال، كلها دايليتد وويك ثن. ايه سبب هذا الترهل؟ ايه سبب هذا التضخم او الوسع اللي حصل في العضله؟ طبعا العضله لما بتوسع قوي زياده عن اللزوم قوه العضله بتضعف في الكونتراكشن في السيستول. فالعيان ده بيبقى عنده دايما سيستوليك ديس فانكشن، يعني ضعف في حركه الانقباض بتاعت القلب، لان العضله مترهله بزياده. ايه الاسباب اللي عملت الدايليتد كارديوباثي؟ هنجمعها في قاعده اي بي سي. الاي عندنا اشهر سبب الكحول. البي مرض اسمه بيري بيري، والبيري بيري هو مرض سببه نقص الفيتامين بي 1، ونقص البي 1 بيقلل ماده اسمها الثيامين. الثيامين ده مهم لانتاج الطاقه في الجسم وفي القلب، فبيحصل عنده مشاكل في عضله القلب. والسي اللي هي كونجينيتال، ولو عايز تزود عليهم الدي بعض انواع الدراجز زي الكيموثيرابي العلاج الكيماوي. يبقى اي بي سي دي، الكحول، بيري بيري، وكونجينيتال، ودراجز الكيموثيرابي. الدايليتد كارديوميوباثي لما نيجي نوصف القلب، طبعا السايز بتاع القلب بيبقى انلارجد، الحجم بيزيد، ولكن المصل نفسها بتبقى ثن كويس، ولكن ممكن نلاقي بعض الاماكن بيحصل فيها كومبنساتوري هايبرتروفي، بعض الاماكن بتتضخم، ولكن غالبيه العضله في القلب بتبقى ثن ضعيفه. وطبعا عنده مشكلته ان عنده سيستوليك ديس فانكشن، ما بيقدرش القلب ينقبض كويس، فبيوصل لحاله الهارت فيلير.
والكلام ده بيحصل in all chambers. ده النوع الأولاني. تعال نبص على النوع التاني من أنواع الكارديوميوباثي. هتلاحظ إن في النوع التاني من أنواع الكارديوميوباثي إن بدأت عضلات القلب تتضخم تضخم مرضي وبدون سبب، يعني بيبدأ يحصل ما يسمى بالهايبرتروفيك كارديوميوباثي، وغالبا التضخم بيحصل في الجدار بتاع الليفت فنتريكل وبيحصل في الجدار بتاع الفنتريكولر سيبتم. وده مش حاجة طبيعية إن يحصل تضخم في السيبتم، لأن السيبتم منطقة ما بتنقبضش، فهي تتضخم ليه؟ فدوت يقول لك طبعا يديك ايه، يعني ده علامة مميزة يعرفك ان العيان ده عنده تضخم مرضي اللي هو بنسميه هايبرتروفيك كارديوميوباثي. هايبرتروفيك كارديوميوباثي، ايه سبب الهايبرتروفيك كارديوميوباثي؟ الهايبرتروفيك كارديوميوباثي هو مرض سببه كونجينيتال، هو عيب خلقي، بيبقى عنده عيوب في البروتينات اللي بتكون العضلات زي بروتين المايوسين مثلا، تمام، بيتكون بأحجام زيادة او بألياف ضخمة داخل القلب. يقول لك التضخم لما تيجي توصف القلب، طبعا السايز بتاع القلب بيزيد، تمام، السايز بينكريز، وطبعا التضخم بيبقى اسيمتريكال. يعني ايه اسيمتريكال؟ اسيمتريكال يعني غير متماثل، لانه في الشمال اكتر من اليمين. فين في الشمال؟ في الليفت فنتريكولار وول والانتر فنتريكولار سيبتم. ايه النتيجة؟ النتيجة لما تيجي تبص على القلب بالعين هلاقي ان الليفت فنتريكولر ليومن دوت الليفت فنتريكل طبعا بقى ضيق، بقى نارو، وكون ان الليفت فنتريكل بقى ضيق فكمية الدم اللي بتوصل للليفت فنتريكل من الاتريوم اقل من الطبيعي. ليه؟ لان ما عادش قادر يستوعب الكمية الطبيعية اللي كان بياخدها زمان. الكلام دوت بيعمل العيان دايستوليك ديس فانكشن. ما هو طبعا القلب بيملى في الدايستول، فهو مش قادر يملى كويس لان الوعاء بقى ضيق. بيوصفه الليفت فنتريكولار ليومن بهذا الشكل، بيقول لك عامل زي الموزه، ضيق زي الموزه، بيسموه بنانا شيب. طبعا العيان ده معرض ان يحصل له ريجيرج. ليه؟ لان الليفت فنتريكل ضيق، فلما تيجي تملاه بزياده يقوم جاي مرجع الدم بتاعه، تمام. فده اللي بيحصل في عيانين الهايبرتروفيك كارديوميوباثي. وطبعا التضخم في عضلة القلب معرض، القلب بيبقى معرض مع المجهود ان ممكن العضلة يحصل لها اسكيميا وانفاركشن، ودوت ممكن يعمل موت مفاجئ في الناس اللي بتعمل مجهود فجأة. لو واحد اثليتيك رياضي بيعمل مجهود وفجأة حصل اسكيميك هارت ديزيز، يبقى العيانين دول في الغالب كان عندهم هايبرتروفيك كارديوميوباثي، ودي قصة مشكلتها الاساسية انها عيب خلقي كونجينيتال. النوع الثالث من انواع الكارديوميوباثي وهو النوع الاقل انتشارا، النوع دوت بيبقى مشكلتي الاساسيه مش في المايوكارديوم ولكن في الاندوكارديوم. ايه اللي بيحصل في الاندوكارديوم؟ اللي بيحصل في الاندوكارديوم انه بيبقى متكتف تكتيفه زي ما احنا شايفين في الصوره اللي قدامنا، بيبقى فيه زي تليف داخل الاندوكارديوم او ماده مترسبه في الاندوكارديوم. فلما انت ترسب ماده في الاندوكارديوم ما يعرفش القلب يفتح، ما يعرفش يعمل دايستول كويس. ليه ما يعرفش يعمل دايستول؟ لانه ممسوك من جوه، فيجي وقت الدايستول القلب مش قادر يفتح، فالعيان ده عنده مشكله في عمليه ملي القلب في حالات الدايستول، في وقت الدايستول، يعني عنده دايستوليك ديس فانكشن. هذا النوع المقيد من انواع الكارديوميوباثي سموه النوع المقيد هو ريستريكتيف كارديوميوباثي، وكلمه ريستريكشن معناها قيود، ريستريكتيف كارديوميوباثي. يعني القلب متكتف، متكتف منين؟ من بره ومن جوه؟ لا، متكتف من جوه، ممسوك من جوه، فمش قادر يتمدد لبره، مش قادر يعمل دايستول، تمام. يقول لك طيب القلب في الحالات ديت بيبقى المشكله في سببها ايه؟ بيبقى سببها ان في ماده اترسبت زي مثلا الامايلويدوزز اشهر سبب، او في سبب تاني بيسموه اندو يعني في الاندوكارديوم مايوكارديال فايبروزس، اندو مايوكارديال فايبروز، تليف في الاندوكارديوم والمايوكارديوم، والمرض ده غالبا بيبقى ايديوباثيك. او في عندنا مرض تاني بيسموه اندوكارديال فايبرو الاستوزز، والفايبرو الاستوزز يعني تليف في الاندوكارديوم بس، ولكن يا اما تليف اندوكارديوم مع جزء من المايوكارديوم، يا اما تليف في الاندوكارديوم بس. اندوكارديال مايو فايبرو اندو مايوكارديال فايبروزس او اندوكارديال فايبرو الاستوزز، او قلنا السبب الثالث هو الامايلويدوزز. الكلام ده بيعمل ريستريكشن لحركه القلب.
يقول لك لما تيجي توصف القلب في الحالات ديت، القلب عضلة القلب بتبقى ريجيد، ريجيد يعني ناشفة أو فيرم، تمام؟ والعيان عنده مشكلة في ملء القلب، دايستوليك ديسفانكشن، ودوت برضو يوصل العيان إلى هارت فيلير. يبقى إذا لو جينا نراجع بسرعة أنواع الكارديوميوباثي، قسمنا الكارديوميوباثي بناء على الأسباب إلى برايمري وسكندري، برايمري جينيتيك وسكندري جمعناهم في كلمة سولتس، قسمناهم على حسب الشكل إلى دايليتد كارديوميوباثي، ودوت أسباب، وده انتفاخ في جميع الشامبرز في القلب، أسبابه A B C D، وده أشهر 7 أنواع الكارديوميوباثي. النوع اللي بعده اسمه هايبرتروفيك كارديوميوباثي، وهو تضخم غير متماثل في عضلة القلب، يعني ناحية الشمال أكتر في الليفت فنتريكل والسبتم، ولذلك الفنتريكل اليومن بيبقى نارو بنانا شيبت، وده بيبقى كونجينيتال. النوع الاخير اسمه ريستريكتيف كارديوباثي، القلب متكتف من جوه، والتكتيفه ديت سببها تليف اندوميوكارديال فايبروزز او اندوكارديال فايبرولاستوزز او امايلويدوزز، والقلب بيبقى ريجيد وغير قادر على الدايستول.